السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على واحد المشروع نتاع طريق سيار جديد راح قيد الإنشاء ويربط بين شرشال وتنس. وهنا نشوف الجسر العملاق نتاع سيدي غيلاس اللي هو يعتبر واحد من أكبر الجسور تاع طرق السيارة في الجزائر. شيء رائع ورهيب يعني طولا وعلوا فيه، ومن بعد نمروا منه كنا نكون رايحين باتجاه الجزائر العاصمة. الجزء هذا منتهي من إشغال منه منذ أكثر من عام، حتى التراساج يعني ما الماركاج أصول ما زال ما داروش. إشارات الأفقية. وهنا نروح ندخل في الجزء الجديد، وهذا المشروع هذا نتاع طريق السيار سوف يربط مدينة شرشال على المدى المتوسط إلى حدود مدينة مستغانة. لكن الشطر اللي راه في قيد الانشاء حاليا هو المتواجد بين شرشال وتنس. وهنا يخص غير الاشارات والأعمدة الكهربائية، يعني الطريق منتهية الاشغال منه. هنا دوك ناخذ المنعرج، هنا ناخذ المنعرج اللي يدي للطريق هذا الجديد. الان رانا متواجدين في الشطر الجديد هذا، نشوف نتابع الطريق هذا وين راه واصل، يعني باش نعرف الاشغال وين راهي واصله. راني نكتشف معاكم يعني ان شاء الله برك ما يحبسوناش الطريق حتى نوصل الى اخر الطريق هذا الجديد. هنا الان رانا باتجاه بني حواء وتنس. وهذا على حسب العرض اللي نشوفه. عنده زوج أروقة زائد شريط توقف الاضطراب بون داري ديرجونس. هنا رانا في طريق جديد ما شاء الله، يعني ما شاء الله. هنا الصورة غير يعني تعتبر غير جيدة، لأنني أرانا مقابلين الشمس، مقابل الشمس، إذن الصورة يكون فيها الكونتروجور، يكون فيها لفي دو كونتروجور. لكن نشاهد يعني أن الطريق ما شاء الله الجزء هذا مكتمل على شاطئ البحر، يعطي منظر رائع يعني على طرف البحر. إذن هذا هو الطريق الجديد، ونمشي حتى نوصل للورشة نتاع الأشغال. إذن الجزء هذا المكتمل ينتهي هنا، هذه هي نهاية الأشغال.
نتاع الطريق هذا راهي على مستوى بلدية حجرة النص. إذا نلاحظ هنايا أن الورشة راهي الأشغال راهي يعني سارية، ورانا في يوم جمعة، إذا حركة الشاحنات ما كانش، العتاد تاع الأشغال العمومية ما كانش حركة من نهار تاع جمعة. إذا نمشي شوية داخل الورشة تاع الشونتي تاع الطريق، نشوف أن هنا الطريق مازال. إذا هذا هو مشروع، إذا هذا هو دوك نعاود نرجع من الجهة الأخرى نتاع الطريق، نعاود نرجع من الجهة الأخرى يعني لوبريسونس، والاتجاه الآخر دوك الشمس راهي على ظهري. إذا هنا الصور تكون أفضل. نشاهد هنايا، نشاهد الطريق تبان أفضل. وهنا عندنا الشباب هنا يلعبوا بالدراجات، لقاو مساحة باش يلعبوا بالدراجات النارية، يجوا هنا يجروا. هنا رانا في الاتجاه اتجاه شرشال والجزائر العاصمة. والآن دوك نمر على الجسر العملاق هذاك، نمر عليه رانا متواجدين فوق الجسر هذا اللي تكلمنا عليه. اترككم مع الصور، وان شاء الله فيها خير، والسلام عليكم.